ورجعنا لكم مرة تانية مع ثاني فقراتنا وأولى فقراتنا الحوارية مع الأستاذ خالد الإتريبي رئيس القسم الرياضي بجريدة الشروق. أهلا وسهلا يا أستاذ خالد. أهلا وسهلا بيك أستاذ محمد، وأهلا وسهلا بكل جماهير النادي الأهلي. طبعا عندنا حدث عظيم إن شاء الله ومباراة هامة في مباراة، بس لازم أخدك وأروح، لأنه ما حدث اليوم إن نجحت التجربة هو حدث عظيم لتقنية الفار. طبعا بلا شك، يعني انا واحد من الناس من اكتر الناس اللي انتقدت اداء اللجنه الخماسيه في العديد من الملفات، لكن لابد ان احنا واحنا عارفين ان احنا بنتكلم بشكل موضوعي، لابد ان لما تلاقي حاجه كويسه تشاور عليها وتشد على ايد الناس وتقول ان انتوا عملتوا حاجه كويسه، عملتوا المفروض خطوه كويسه، خطوه تم التشكيك فيها على مدار الاوقات اللي فاتت، خطوه لا زال فيها برضو بعض التشكيك من قدرتنا، من قدرة صحيح. الحكام، من قدرة اللاعبين على التعامل مع التقنية، من قدرة كل عناصر المنظومة. الموضوع الناس فاهمة، ممكن تكون فاهمة الفار بشكل غلط شوية. هو مش مجرد حاجة حصلت أو خطأ هيحصل كل وقت هنروح على الفار، أو هو مجرد تقنية بتحصل والموضوع انتهى. لا صحيح. لابد ان احنا كلنا نكون مستعدين هنتعامل ازاي مع الفار، وده موضوع مهم. وانا شايف ان كان في تقصير شويه من اتحاد الكوره او اللجنه المؤقته لاداره اتحاد الكوره، ان هي كانت مركزه بس في فكره تطبيق التقنيه كتقنيه، لكن قصه انك تفهم الناس ما حصلش، ده ما حصلش. قصة انك توعي الناس برضه ده ما حصلش. لان احنا دلوقتي دي حاجة جديدة علينا، واحنا بنقول ان احنا يعتبر تاني دولة بنطبق في افريقيا، بنطبق ده. لابد ان احنا برضه المشاهد لابد يعرف ازاي، ليه الحالة دي ما لجأش فيها للفار، وليه الحالة دي لجأ فيها للفار. لكن لابد الفترة اللي جاية، وده يقع على عاتق كل اطراف المنظومة، ان احنا لابد ان احنا نقول للناس هنطبق ده ليه وازاي، ودي حصلت امتى، وامتى نلجا للفار وامتى ما نلجاش. بعض الناس اتكلمت فيه، لكن لابد ان يكون الموضوع بشكل مختلف صحيح، علشان ما تحصلش مشاكل، عشان ما تلاقيش نادي او مشجع، بعض المشجعين سواء على السوشيال ميديا او في اي مكان يقول لك احنا اتظلمنا. ما فكره، بص، اي واحد متعود على فكره الظلم وخلاص، احنا اتظلمنا بغض النظر هو صحيح. دون اعمال العقل او دون اعمال او دون التفكير عن اسباب خسارتك، لا هو احنا اتظلمنا، في شماعه جاهزه، احنا اتظلمنا، التحكيم ايا كان. فطب خلاص الفار جه، الفار هيتطبق، برضه اتظلمنا. هي فكره لابد ان انت توعي الناس ايه اللي حصل. ما كانش المطلوب، هو مطلوب طبعا، ده شيء كويس، وقلنا ان بنشد على ايد الناس، وكويس جدا ان على مدار الفتره اللي فاتت كان في تشكيك فيهم، لكنهم قدروا ان هم يطبقوه. لكن ايه الخطوه اللي جايه، ايه الخطوات اللي جايه، لابد ان هم يركزوا في توعيه الناس في الملف ده وجهه نظري في موضوع الفار. اما الفار بقى كتقنيه، اكيد هيخلصنا ان شاء الله بعد ما توعي الناس من جزء كبير من المشاكل، ولا لا، ولا هيدخلنا في مشاكل ثانيه؟ هو على فكره الفار لحد دلوقتي في الدول الكبيره، في الدوريات الكبيره، عامل مشاكل برضه. صحيح، عامل مشاكل. وفي بعض بس دي حاجات بتطبق للاول مره، لابد انك هتلاقي مشاكل. لكن هل المشاكل بقى هتبقى مقبول ولا مش مقبول؟ هناك الفكر شويه مختلف، ما هو ده عنصر التوعيه اللي انا كلمتك فيه. هناك لا طبعا، اكيد الثقافه مختلفه، اكيد الناس متوعيه، اكيد الناس فاهمه ايه اللي بيحصل، اكيد الناس فاهمه انه مش موضوع ظلم، لا، الموضوع خطا ممكن يحصل في اي وقت. هل احنا بقى هنتقبل ده؟ هل احنا عدينا الناس لده؟ احنا مش عايز الناس تفكر او تبص لفكره ان هو انت دلوقتي احنا في عز الانجاز مثلا انت جاي بتوريني حاجه ثانيه. هو ده دوري، انا دوري ان انا اسقف لك، بس وانا بسقف لك واقول لك خد بالك، خد بالك علشان ما تخليش نشوه الانتصار اللي انت فيها او الحاجه اللي خليتك انت كويس، لابد ان انت الجانب الاخر تبص عليه بشكل كويس. طيب في نفس الدور هو محتاج معاه جانب تنظيمي، لانه برضو انت بتشوف اللي بيجيب الجون لما بيروح بس عند الجماهير بقى فيه حوالي 20 واحد داخلين في الصوره. الحكم هو مفترض بيحتاج لنوع من انواع الخصوصيه، وهو راح يشوف في قلب الشاشه اللي في قلب الملعب. هل في ظل بعض الاخطاء الاداريه في انه يكون موجود اكتر من حد ومحدش له ادوار، ممكن نشوف الصوره دي متكرره، زي اللي بيجي هدف هو الحكم وهو بيشوف الصوره فيحصل تفويش عليه؟
هو بص خلينا نكون واقعيين ومنطقيين ونقول ان كل واحد او كل لاعب في المنظومه اللي احنا فيها على الاقل زي ما تم الاعلان ان هو هيطبق في الدوري الممتاز بس عشان الرخصه جايه من الدوري الممتاز بس، مفيش لاعب في الدوري الممتاز ما بيتفرجش على الدوريات اللي بره. صحيح. لازم. ومفيش لاعب شايف او شاف قبل كده ان في حكم رايح يشوف فار بتلاقي مثلا في ناس وراه. ابدا ما بيحصلش. فبالتالي انت مش ضروري انت تكون مبتكر يعني، وحتى لو هتكون مبتكر ما تكونش مبتكر حاجه غلط، لازم تقلد الناس اللي انت بتتفرج عليهم واللي انت شايفهم قدوه، واللي احنا بنحاول كدوله والدوله مثلا ممثله طبعا في اتحاد الكوره ان هي بتحاول ان هي تطبق عنصر جديد في المنظومه الرياضيه انك تساعد. هو في النهايه لما نطبق حاجه كويسه انت كلاعب هتبقى مستفيد ان جهدك ما بيروحش. صحيح. فلازم انت كمان برضو تكون فاهم وواعي ايه اللي بيجرى. خد بالك بره في الدوريات الاوروبيه اللي بيتم فيها تطبيق الفار اول ما القرار بيحصل خلاص اللعب بيمشي والموضوع انتهى. صحيح. مفيش اي حاجه خالص. يعني حتى في تقريبا في مش فاكر الدوري الانجليزي تقريبا او الاسباني ما فيش حد بيروح، هو خلاص هو القرار خلاص الموضوع انتهى. في ثواني قليله جدا خلاص والماتش بيخلص. فهي دي الفكره او الحاله اللي في الماتش بتخلص. فالفكره كلها لابد ان انت زي ما في تقنيه موجوده وبتطبق انت كمان تكون عنصر مساعد لنجاح المنظومه اللي انت جزء كبير منها اللي قايم عليك. صحيح. بس فده المفروض يحصل يعني من لاعبتنا المفروض يعني. طيب ونحن امام انجاز عظيم عظيم، احنا متفقين حول هذا الموضوع. انجاز كبير. انجاز كبير. وان شاء الله تنجح الموضوع. لكنه هو هيضيف بعض من العداله للانديه زي ما سيادتك قلت، وهيضيف بعض من العداله للاعب انه مجهوده ما يروحش. هل واحنا برضه هنحط النقط على الحروف انه اللجنه الخماسيه هي اللي قالت انه ما كانش من ضمن ادوارها، هي جايب ادوار من ضمن ادوارها ان هي تطبق تقنيه الفار، لكنها اسرعت في عمل هذا الموضوع، وبرضه بنحط انه هذا انجاز كبير. هل احنا لسه مش مؤهلين زي ما انت قلت انه بعض اللاعبين ما نعرفش ادوارنا ايه؟ يعني الدوري الانجليزي مثلا ما فيش فار غير على الاجوان والانذارات والطرد. الدوري الاسباني مختلف، الدوري الايطالي مختلف. هل احنا يعني ما حصلناش الثقافه دي للجماهير وغيرهم قبل ما نطبق التجربه؟ ما هو ده عنصر التوعيه اللي بكلمك فيه، عنصر اللي المفروض ان انت كنت تعمل دورات تثقيفيه حتى. المفروض ان انت على الاقل كنت تبعت حكم واثنين للفرق والانديه. واحنا الصحفيين لا طبعا ده قصه انا بتكلم على انك تبعت حكم واثنين وثلاثه. ما اعرفش اكيد ان شاء الله. يعني ده ممكن انا وانت بقى نروح بقى للعالمي نسال طبعا. طيب. ده نساله طبعا في القصه دي. كابتن جمال مساء الخير محمد، ازي حضرتك؟ هاتي الاستاذ خالد، منورين. ده نورك يا كابتن. بشكرك ودايما زي ما كنت عالمي، ودايما زي ما التاريخ بيستر انه انت كنت عالمي في كاس العالم وفي محافل عالميه كبيره وشرفت اسم مصر. النهارده بنقول ان هو انجاز كبير النهارده انت كنت احد افراد هذه المنظومه ان احنا نبتدي هذا تجربه الفار وتقنيه الفار في مصر. بس عشان حول هذا الموضوع هسيبك تعلق حول هذا اليوم التاريخي ومباراه انبي والجيش، محتاجين نعرف شويه حاجات منها. طبعا. كل قرارات تخضع لتقنيه الفار ولا الحاجات الحاسمه بس؟ لا طبعا، هو اللي يخضع لتدخل الفار هو اربع حاجات فقط، وهي الاهداف، مدى صحه الاهداف. تمام. يعني لو في هدف اتسجل تمام بنتاكد ان الهدف صحيح ولا لا. تمام. سبقوا مثلا التسلل، سبقوا مخالفه، فاول على المهاجم، سبقوا لمسه يد، ده الفار بيتسجل. تمام. الشيء الثاني ركلات الجزاء. ركلات الجزاء اللي تمام. محتسبه بيتم التاكد منها انها تم احتسابها بشكل صحيح، او لو في ركله جزاء لم تحتسب تمام الحكم ما شافهاش حكم الفار بيتسجل. تمام. الشيء الثالث وهو ما يتعلق بالطرد المباشر. تمام. يعني لاعب يستحق الطرد والحكم ما طردوش. هنا الفار بيتدخل وينبه الحكم ان في لاعب يستحق الطرد، او العكس اذا الحكم طرد لاعب لا يستحق الطرد هنا الفار بيتدخل لتصحيح قرار الحكم. تمام. الشيء الرابع واخر حاجه وهي هويه اللاعبين، بمعنى انه لاعب حصل على كارت سواء اصفر او احمر. صحيح. وهو اللاعب ده بالخطا يعني مش هو ده يعني مثلا. صحيح. اختلط الامر على الحكم فدى رقم 6 بدل 16. الفار هنا يتدخل ويصحح هذا الخطا، ولكن هي دي الاربع حاجات الاساسيه. تمام. لكن هناك امور
مهمه جدا، زي مثلا ما حصل في مباراه النهارده. بنيجي مثلا في الركلات الثابته. انت عارف الركلات الثابته بيحصل فيها شد وجذب بين اللاعبين. صحيح صحيح. الحكم بينبه على اللاعبين وبيبلغهم ان كل تصرفاتكم مراقبه بالفار. لو حد شد حد ولا مسك حد ولا دق حد اثناء لعب الركله الثابته، هنا الفار هيتدخل وهتتعاقب. فبيحصل ايه؟ بيحصل ده اسمه تحكيم وقائي. صحيح. بيحصل زي ماتش النهارده لو خدت بالك، معرفش خدت بالك ولا لا. معلش كنا على الهوا. الركلات الثابته الركنيات اللي في مباراه صلاح الجيش وامتي. صحيح. مفيش ولا لاعب عمل مخالفه. ليه؟ لانه خايف لو عمل مخالفه الفار هيتدخل وهنا الحكم هيعاقب اللاعب من الفيديو. تمام. فبالتالي في امور وقائيه. طول الوقت حكم الفار جوه بيتابع المباراه من خلال الشاشات اللي موجوده معاه في غرفه الفار. تمام. وبالتالي هنا مش لازم، يعني مثلا احنا حاله النهارده الناس مثلا ممكن يقول لك ده ما كانش في حالات فار النهارده، حكم ما وقفش اللعب وراح شاف، ما فيش حاجه تستدعي. احنا طول الوقت الوقت هناك تنبيه على اللاعبين من الحكم، وهناك متابعه من حكم الفار داخل غرفه الفار لما يحدث على ارضيه الملعب، وبالتالي هتلاقي هنا الاخطاء في مباراه النهارده كانت معدومه التأكيد. طيب عندي بقى استفسارين كمان. اولا التسلل في الدوري الانجليزي مثلا بيحسبوا بالسنتيمتر، يعني اكيد انا عارف انت متابع كل الكره العالميه، في ماتش تشيلسي قبل الاخير طبعا ببوز الجزمه، ده ما بيحصلش في الدوري الاسباني ولا الدوري المصري، وطبقا للحالات اللي سيادتك قلتها التسلل مش داخل. لا، هو التسلل بيدخل لما ينتج عنه هدف. يعني انا مش بقيم حالات التسلل. صحيح. لا، انا بقيم صحه الاهداف. لو جه هدف من تسلل هنا بنراجع على التسلل. عايز اشرح لك نقطه التسلل دي ببساطه. يا ريت. احنا عندنا اخر يعني احدث فيرجن موجود من الفار اللي هو بنطبق فيه خط التسلل. تمام. خط التسلل كمان مش خط التسلل اللي هو المنفرد. لا، احنا بنطبق ال 3 دي اللي هو بنسميه تريانجل. النظام ده بيعمل مقارنه بين اخر جزء من المهاجم حتى لو كان في الهواء واخر جزء من المدافع. تمام. وبالتالي بنعمل هنا مسقط راسي من الجزء اللي في الهواء اللي فوق عشان يشوف هو اللي سابق ولا اللي على الارض هو اللي سابق. طب لو الايد طرف الايد او طرف الجزمه او طرف لا تؤخذ في الاعتبار. الايد لا تؤخذ في الاعتبار، انما الحذاء، والحذاء جزء من القدم. صحيح. وبالتالي لغايه الكتف الايدين ما بتخشش في الحسابات. ده النظام اللي موجود عندنا في مصر. صحيح. وده احدث حاجه. مش عايز اسبق الاحداث، لكن خلينا في شهر 6 اللي جاي هكلمك عن ممكن يكون في تعديل في التسلل. بيتم اليومين دول من الاي فاب بيدرسوا ان هو من الممكن بس مش دلوقتي، من الممكن في التطبيق اللي جاي ان هم يستبعدوا موضوع الاجزاء اللي في الهواء ويعتمدوا على الاجزاء اللي على الارض بس. ده التطوير الجديد اللي ممكن يحصل في شهر 6. ليه بقى؟ لانه لقوا ان في تسللات بتتحسب ب 60 سنتيمتر، امور كده صراحه. صحيح. يعني في كره القدم اصبحت بتاخد يعني من متعه الكوره وبتاخد من متعه الاهداف وبتضيع مجهود لاعبين. طيب اخر حاجه بقى بالنسبه لي، ان احنا لسه هتناقش انا وانت والاستاذ خالد، السماعات. احنا يعني ما هو برضو ما ينفعش اجيب احدث حاجه في تقنيه الفار وهو لسه بيستخدم سماعه موبايل. لا لا لا، مفيش سماعه موبايل. انا هقول لك حاجه بس. قول. الجهاز اللي احنا بنشتغل بيه دلوقتي مش هو مبدئيا في اجهزه، احدث اجهزه بسبع سماعات دي اللي هنستخدمها ان شاء الله، ودي متعاقدين مع الشركه وفي الطريق. لكن خلي بالك اللي احنا بنستخدمه دلوقتي هو اللي بيستخدم في كل مكان في العالم. تمام. اللي هو بدون الفار. اللي هي بتستخدم في المباريات الافريقيه والمباريات الدوليه. تمام. دي اجهزه اتصالات عاليه المستوى بتوصل لخمسه خمس افراد. الكواليتي واحد، لكن هي الفكره ان انت بتستخدم بعد كده احدث حاجه اللي هي السبعه. تمام. لان السبعه دول بيبقى فيه اوبزرفر ممكن يبقى موجود معاه سماعه، ويبقى موجود الست حكام. طيب. يعني السته ومعاهم الاوبزرفر كمان يبقوا سبعه. طيب. يعني يقدر يسمع ويقدر يتابع كل هذه الامور. هروح معاك للامور الاداريه بس استاذ خالد عايز مداخله، وهرجع اكمل معاك في السؤال الاخير. لا استاذ خالد.
انا بس حابب اشيد بالتجربه وبالعمل، خاصه بعمل حضرتك، والعمل ده يتواكب مع دايما مع اخبار دايما بتتردد ان حضرتك مش مكمل في اللجنه، ودايما الكلام ده بيتقال في الاعلام، فان في ظل الكلام ده ويحصل تطبيق الفار، فانا بشيد بالتجربه في الاول يا كابتن جمال. والله يا استاذ خالد ربنا يخليك، انا بشكرك. فكره مكمل او مش مكمل دي خلي بالك، يعني انا بتعامل بكل وضوح في اي اتفاقيات اتعملت واي امور بتجرى كلها بوضوح النور، مفيش حاجه بتتعمل في الخفاء. اهلا وسهلا باي حد. على فكره شغل التحكيم في مصر محتاج يعني هو مسؤوليه كبيره طبعا، ومحتاج الناس تشتغل فيه، هتتعب جدا وهتبذل مجهود كبير. مصر بدأنا بالكفاءات، احنا الموضوع مش شاغل بالي ابدا نهائيا، لانه مفيش حد بيستمر في مكانه على طول. يعني صحيح. غالبا يعني انت عارف لجان الحكام في مصر بتتغير زي المدربين زي الاجانب طبعا مفيش مشكله بالنسبه لهذه النقطه. طب لكن انا بقول لك، عايز اقول لك انه هذه الامور كلها امور مواقع متداولات في المواقع وفي بعض وسائل الاعلام فقط، لكن ليس لها علاقه بالحقيقه. تمام. طب الجزئيه الثانيه اللي عايز اسال عليها، هل واحنا بعد ما نطبق خلاص الفار وطبقناه، هل كان في جانب تثقيفي للفرق او للعيبه عشان ما تحصلش اي مشاكل، تحصل تلاقي ان كل واحد بيطالب بتطبيق الفار، هل في حاجه من النوع ده، او في حاجه في المستقبل هيتم تطبيقها من النوع ده؟ لا خد بقى عندك، لانه ده مهم، كويس انك سالتني السؤال ده. من ضمن شروط تطبيق الفار انه يتم عمل محاضرات للانديه، اجهزه فنيه ولاعبين. تمام. النهارده اول مباراه اتعملت بتقنيه الفار. تمام. اول امبارح انا زرت نادي طلائع الجيش ونادي ام بي، وعملت لهم محاضرات او محاضره الفار دي للتعريف بيه، عشان الناس تعرف وهي بتلعب النهارده اسلوبها هيتغير، فلسفتها هتتغير، حتى يمكن طرق اللعب ممكن تتغير على فكره. صح. ليه؟ لان مثلا انا يعني همشي معاك شويه في انه في بعض الخطط بتبقى مبنيه على مهارات لاعبين. تمام. وحصول مثلا على اخطاء بالقرب من منطقه الجزاء، صحيح، وضربات ثابته وغيره، يعني مضربات ثابته دي خطط احيانا بتتبني على كده. صحيح. النهارده ممكن بتقنيه الفار تساعد على ان المدرب يهتم بهذه الحصه التدريبيه. صحيح. صح. ممكن تخليه يغير فكره. صحيح. لو ما فيش فار ممكن يلجا لامور ثانيه. صحيح. فبالتالي من ضمن شروط تطبيق الفار هي انه يتم عمل محاضرات للانديه. تمام. للانديه. تمام. دي اجباري على فكره، مش موضوع احتياج. يعني انت لازم تعمل ده، زي ما انت بتجيب موافقه وتحصل على موافقه تطبيقه، وزي ما بتجيب موافقه على الاستادات لما بتعمل تكنولوجي تيست في الاستادات. لو استاد ما اتعملوش التكنولوجي تيست ونجح ما ينفعش يتلعب عليه. زي ما الحكم صحيح اللي بيحكم الفار اذا ما حصلش على الرخصه، ما هو ده اللي هاخدك فيه بقى يا كابتن جمال. ودي الفار 54 حكم، اولا هل هو عدد كافي؟ 11 ملعب تم اعتمادهم وخمسه هتبتدي بيهم، واربع حكام في كل مباراه، دي الحاجات الاداريه. ومعلش انا طولت عليك عشان دي حاجه تثقيفيه، ده تليفون تثقيفي بعمله انا والاستاذ خالد ليك، عشان نوصل انه الناس تعرف من خلالنا ايه واجباتها وايه حقوقها وايه اللي عليها. 54 حكم، 11 ملعب، خمس ملاعب هتبتدي بيهم، اربع حكام لازم يكون معاهم الرخصه، الحكم والحكم الرابع، حكم الساحه وحكم الرابع، والحكم تقنيه الفيديو، والحكم المساعد. مظبوطه المعلومات دي؟ ولو تقدر هصحح لك بعض الامور. تمام. الحكم الساحه هو في ثلاث رخص بس للفار. تمام. رخصه لحكم الساحه اللي هو بيصفر. تمام. اللي في الملعب، ورخصه لحكم الفار. تمام. ورخصه لحكم الفار المساعد فقط. ثلاث رخص. لا الحكم الرابع محتاج رخصه. تمام. ولا الحكام المساعدين محتاجين رخصه. تمام. تمام. دي بس تصحيح للحته بتاعت. تمام. فانت عندك حكم ساحه، حكم صفاره يحتاج الى رخصه حكم صفاره. حكم الفار الاساسي اللي هو بيبقى في الغرفه او في الفان زي ما احنا هنستخدم العربيات الفان. ومعاه مساعد بنسميه اي بي اي ار، يعني اسيستنت فار. تمام. دول ليهم واجبات، كل واحد ليه واجبات مختلفه عن الثاني. العدد كافي المساعدين اللي على الارض، الحكام المساعدين اللي على ارضيه الملعب
كل اللي بيتمرنوا عليه عشان يشتغلوا بالفار انه في حالات الهجمات اللي من الممكن تسفر عن هدف ويكون فيها تسلل دقيق بيأخر الرايه. تمام. لغايه لما تنتهي الهجمه، اذا انتهت بهدف يبتدي ايه يبلغ الحكم انه انا كان عندي شك في التسلل ويتم التشكيك على الحاله من خلال الفار. تمام. فقط لا غير. لكن هو مش محتاج رخصة، أي حد حكم مساعد يتدرب بس على التأخير ده. تمام. يصلح لإدارة مباريات الفار. هل لو تعطلت تقنية الفيديو يتم إلغاء المباراة؟ لا نهائيا. الأساس في المباريات هو الحكام في أرضية الملعب. تمام. تقنية الفار معمولة عشان تساعد الحكم. تمام. وبالتالي إذا تعطل الفار يبلغ الحكم الفريقين إن إحنا الوقت المتبقي ده ما فيهوش فار. تمام. وتتم المباراة بالشكل العادي، وبالتالي حتى لو في كأس العالم، مش في الدوري المصري، لو في كأس العالم، نهائي كأس العالم تعطل الفار. صح. ودوري أبطال إفريقيا. طب لماذا الدوري فقط ولماذا كأس مصر والسوبر وكل البطولات التانية لا؟ محدش قال كده. هو دلوقتي انت حصلت على رخص تطبيق الفار في الايجيبشن بريمير ليج. تمام. الرخصه في الدوري المصري. تمام. لكن طالما حضرتك عندك الامكانيات، عندك الحكام اللي حاصلين على الرخصه، عندك الملاعب اللي فيها رخصه الفار، فمن حقك تطلب لاي مسابقه ثانيه. مجرد انك تطلب لاي مسابقه اعتقد الموافقه هتيجي بسرعه. اشكرك. أشكرك الإعلامي كابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام المصرية على كل هذه التوضيحات، وطولنا معاه عشان خاطر دي معلومات مهمة قيمة طبعا. للمرة الأولى بتتقال مهم. احنا كنا بنتكلم في الجانب التثقيفي، هو كابتن جمال دلوقتي قال إن حصل جانب تثقيفي مع اللعيبة النهاردة، وده أكيد هيتم بشكل متواصل مع لعيبة الفرقة كلها، فده صحيح. ده مهم جدا إنه يحصل. المفروض بقى إن احنا نعيد الكلام ده في الإعلام كتير، احنا المفروض نعيد كل الكلام ده. صحيح. مش مشكلة إن هو يتكرر، بس يتكرر عشان اللي ما شافش يشوف. صحيح. واللي شاف يفهم تاني. يعني الموضوع لسه جديد علينا. بنشوفه بره، لكن كل الحالات دي لابد إن احنا نتعامل معاها علشان نزيد ونسري من الكرة المصرية، لازم يعني. طيب. نروح بقى للمباراة الهامة. طبعا. صن داونز. مباراة العودة. كيف يراها الاستاذ خالد الاتريبي؟ خلينا نكون واقعيين، يعني مفيش اي مباراه انت بتخوضها بتكون صعبه، بتكون سهله، حتى مباراه وديه، لانك انت بتكون ليك اهدافك منها، لكن كل الظروف المحيطه بالمباراه طبعا بتقول لك ان هي مباراه صعبه. انت بتلاعب فريق مش سهل، بتلاعب فريق انت كسبان هنا بهدفين، اديت مباراه كويسه، عندك عناصر مهمه وعناصر قويه، عندك كل العناصر اللي تخليك تعمل مباراه كويسه، لكن على الجانب الاخر برضو نفس العناصر دي عنده، بيلعب بفريق كامل العدد، بيلعب بدوافع كبيره، بيلعب على ارضه ووسط جماهيره. تمام. كل الكلام ده كلام لو سالته لاي حد هيقول لك هو الكلام ده، لكن زي ما بقول لك هي الدوافع. الدوافع ان ده خاصه ان هو عنده، هو كلاعب عنده سابقه ان هو قدر يكسب النادي او الفريق اللي قدامه السنه اللي فاتت بنتيجه كبيره. صحيح. فهو يفكر ليه انا مش طبعا هو مش هدور او مش في دماغه زي ما المدير الفني قال، موسيماني قال ان هو وارد لكن صعب. لكن هو اكيد مش هيفكر في انه يفوز عليك فوز كبير، لكن هيفكر انه يدور على التاهل. بغض النظر انا ما بقولكش ان هو هيفكر في خمسه. طيب. لكن هو هيفكر انه يتاهل. وانت على نفس على الجانب برضه الثاني انت لابد انك تكون عارف ان كل الاسباب اللي ادت انك تطلع بالنتيجه الكبيره دي انا شايف انها تلاشت تماما. والنادي الاهلي بص، النادي الاهلي طول عمره لا بيقول سحر ولا غلط ولا يعني مش يومي ولا اي حاجه خالص، بيبحث عن اسباب او اسباب اخفاقه. عشان كده النادي الاهلي حضر للمباراه دي من بدري. من اول ما اتقال ان في مباراه مع صن داونز الاهلي كان بيحضر للماتشين، ذهاب وعوده. حضر للماتش الذهاب بانه يلعب في استاد القاهره، وده عنصر مهم جدا، وحضر لمباراه العوده انه يحجز تاني يوم مباراه الذهاب تدريبات العصر. طبعا. طبعا. النادي الاهلي حضر للماتش من بدري جدا. قعد 5 أيام في جنوب افريقيا. ده ما كانش حاصل قبل كده. كل السبل سعى وعمل مساعي كبيره جدا في كل امور التحكيم علشان ياخد ضمانات معينه علشان
لا يتسبب اي عنصر خارجي. حلو قوي انت فتحت الموضوع ده، يعني اكيد الجمهور محتاج يسمع منك كيف هذه الضمانات وكيف التخوف لديها من كل كبيره وصغيره، وهل هو تخوف يعني مسموح ولا لا غير مسموح؟ انا اقول لك الكلام اللي تردد خلال الساعات والايام الاخيره اعلاميا حتى، تردد ان النادي الاهلي كان في، وانا حاليا بكلمك بصفتي كناقد رياضي، يعني ان النادي الاهلي كان في تواصل مستمر مع الكاف منذ تعيين بكاري جسامه او اسناد المباراه لبكاري جسامه علشان يقود المباراه. والنادي الاهلي اكيد تاريخ النادي الاهلي مش كويس، او تاريخ بكاري جسامه مش كويس مع النادي الاهلي، واحنا ما بنشككش في حد، لكن لما بتشوف كل المباريات العناصر المشتركه وبيحصل فيها اخطاء واخطاء جسيمه، لا لازم لابد ان انت تقول انا في مشكله مع الحكم ده، وبالتالي كان في طلبات وكان في ان لابد ان يكون في ما يضمن ان النادي الاهلي يحصل على حقه. النادي الاهلي لا يطلب محاباه تحكيميه، النادي الاهلي يطلب عداله تحكيميه، هو ده اللي النادي الاهلي عايزه. النادي الاهلي ما بيصعدش او ما بيفوتش بالحكام. صحيح. النادي الاهلي، واربط لك ده بالفار، النادي الاهلي اكتر نادي بتطبيق تقنيه الفار. صحيح. اكتر نادي في مصر طالب بتطبيق التقنيه. واكاد اجزم ان النادي الاهلي اكتر نادي مبسوط من تطبيق التقنيه. النادي الاهلي مش عايز ياخد اكتر من حقه. خالص. فالنادي الاهلي ننتقل هنا لموضوع بكاري جسامه، ان النادي الاهلي عايز ياخد حقوقه، حقوقه المشروعه. النادي الاهلي جايب لعيبه بمئات الملايين، المفروض عامل فريق كده الاعلى قيمه تسويقيه في قاره افريقيا. طيب. يبقى ده عنصر البشري ده موجود، عنصر اللي هو اللعيبه اللي هتنزل اللي هي تاخد بطوله افريقيا دول موجودين. اداره بتطبق حرفيا كل ما يساعد الفريق على انه يؤدي بشكل كويس. صحيح. بتروح المباراه قبلها بخمس ايام، بتشوف كل الازمات، في اخطاء طبعا، في اخطاء، ولو احنا قلنا ان مفيش اخطاء يبقى احنا يعني العمليه معروفه، يعني في اخطاء، بس كل الاهلي بيعالج اخطائه سريعا. كل الملفات بيعالج فيها اخطائه سريعا. صحيح. وبالتالي لما تكون انت وفرت كل العناصر ويجي عنصر واحد يهدلك كل ده، طيب لا لابد انك تاخد بالك. وهو ده اعتقد ان هي دي التحركات، وهو ده الاطار اللي كان بيدور فيه تحركات النادي الاهلي خلال الساعات اللي فاتت. طيب بعيدا عن ده برضه، بكاري دي جسامه اخر مباراه حكمها بشكل قوي في افريقيا هي مباراه الوداد والترجي، المباراه الشهيره اللي حصل فيها المشكله والبطوله، مين اللي فاز مين اللي ما فازش، والتي توصف دور الابطال يعني؟ صحيح. النهائي. بعدها بيجي اول مباراه للنادي الاهلي، يعني هنحط ده جنب ده مع الذكرى السيئه لبعض جماهير او كل جماهير النادي الاهلي لبكاري دي جسامه في حاله عدم التوفيق اللي كانت ملازماه في مباراتنا الاهلي، ما بتكلمش زي ما انت قلت، ما بتكلمش على سوء نيه او غيره. هل ده بيضع عليه ضغوط وهو داخل المباراه؟ يضع عليه هو ضغوط نفسه؟ ايوه. لا هو الفكره، هو الاهلي بص، هو موسيماني اتكلم في صحيح. الموضوع ده وقال اشاد بيه، واشاد بيه. صحيح. وهو فكره، هو راجل ذكي شويه، ذكي في التعامل شويه، وذكي في تصريحاته. في ناس بتقول ان هو بينيمك، لا هو ليه اهداف معينه من كل تصريح بيقوله. خلاص. فهو اشاد بتجربه بكاري جسامه، وقال لك وبتجربه صن داونز معاه. لكن النادي الاهلي خد بالك، لحد اللحظه اللي بكلمك فيها دي مفيش ولا تصريح رسمي طلع من النادي الاهلي. صحيح. ان هو بيتكلم عن بكاري جسامه. صحيح. يعني موسيماني اتكلم عن بكاري جسامه، النادي الاهلي ما اتكلمش عن بكاري جسامه. صحيح. لكن الاعلام والجماهير، وده عنصر مهم جدا، جماهير النادي الاهلي من اول ما تقريبا طلع في يومين او ثلاث ايام ورا بعض، هو كان الترند في على تويتر، وده على فكره عنصر مهم جدا، وبيوصل على فكره، بيوصل ان لما الحكم يعرف ان في جماهير معينه عارفه او في معتقد عنه، مش هقول لك ان هو يحاول يصححه، لكن اللي انا شايفه اللي ممكن يحط رقابه شويه ويخليه يتراجع عن اي فكره تانية، ان في الفيفا اختار وقيل، اختار 20 حكم لاداره المباريات المهمه في افريقيا،
للقضاء على شبهات الفساد وما الى ذلك. ويقال ان بكاري جسامه واحد منهم، وبالتالي هنا الرقابه بتخضع للفيفا في المقام الاول. طبعا معروف ان ملفات الفساد المفتوحه في داخل الاتحاد الافريقي والازمات اللي دايره ما بين الفيفا وما بين الاتحاد الافريقي، وان الاتحاد الدولي ايده في الاتحاد الافريقي وكل الاذرع فيه دلوقتي علشان يشوف الفساد رايح فين وجاي منين. لكن ده برضو جزء من الاجزاء اللي اتكلم عنها جيان انفنتينو في تقريبا كان في الاجتماع اللي كان في المغرب، وكان يوم مباراه الهلال السوداني، وده كان مباراه ادى فيها رضوان الحكم المغربي رضوان جيد ادى فيها مباراه ممتازه بالمناسبه. عشان كده في التوقيت ده هو صرح تصريح ان في 20 حكم تم اختيارهم، اعتقد ان بكاري جسامي منهم اعتقد، وبالتالي لا في ضغط، مش ضغط، في ترقب جماهيري، ترقب من النادي الاهلي، ترقب من الفيفا، ترقب من الكاف على حكم معين. فما اعتقدش ان مرشح لحاجات معينة، انا ما اعتقدش ان كل العيون دي تكون عليك بالشكل ده ويكون في شبهه فساد او ما الى ذلك. والمفروض ده بقى اللي يتم نقله للعيبه، خد بالك. في لقطه اقول لك، في لقطه مهمه جدا حصلت في مباراه الاهلي وصن داونز في الذهاب، الناس اتكلمت عنها بس انا شايفها بشكل مختلف. لقطه احتساب ضربه الجزاء وموسيماني مع الناس بتقول لك الروح الراضيه وكل ده على عينه وعلى راسي. ده انا كنت عايز اساله لك. لا كل ده على عينه وعلى راسي. نحطه في النقطه دي، التعامل النفسي هناك ومع بعد ضربه جزاء بدل الاعتراض، لانه بيضحك وبيهزر وبينقل، وهنا رايحين برضو هنا في التعامل النفسي ده. هي ده النقطه اللي بتكلم فيها. كلمني بقى على موسيماني. النقطه دي هو اكيد المدير الفني عايز ان لعيبته خلاص حتى لو هخسر 2-0 كفايه كده. اعكس الوضع، لو موسيماني والدكه بتاعته اعترضت ووقف الماتش والجماهير اللي موجوده اعترضت والماتش اتكهرب زي ما بيحصل، كان فريقه ممكن يخسر 3 و4. ليه؟ هو عارف لو الفرقه بلغه الكره فكت منه بعد ما اعترض بشكل كبير على التحكيم، خلاص الموضوع يكون خلص بالنسبه له في مباراه الذهاب. يعني بيوصل رساله لعيبته، طبعا الفرق معايا ركزوا في بقيه الماتش. دي وجهه نظري، لابد ان احنا بقى نتعامل كده. في كابتن يتكلم مع الحكم لو في اي مشكله، تمام، في قرارات شرعيه ثانيه، لكن لابد ان انا ما اخرجش بره تركيزي اطلاقا خالص. انت بتلعب في ظروف مختلفه اعتقد انك متعود عليها دلوقتي، لكن مش عايز لاعب النادي الاهلي وهو في الملعب يكون في فكره بكاري جسامه. لا، انا عايز تفكيري وانا في الملعب انا اكسب ازاي، اطلع من هنا بافضل المكاسب ازاي، اطلع من هنا ببطاقه التاهل نص نهائي ازاي. ده مهم جدا، وده مهم جدا، ورساله برضو للجهاز الفني. كل لما هتحاول او تفكر ان محاولاتك بالثورة على التحكيم ده هينتقل برضو للعيبة، أيا كان أنت داخل على حكم خلفيات تاريخية بالنسبة له مش مظبوطة، وده ممكن يكون في دماغ اللعيبة أو في تفكير اللعيبة. فلو إحنا عززنا ده وإحنا كجهاز فني أثناء المباراة زودنا الإحساس ده، ممكن الفرقة تفك. وده اللي إحنا بنتكلم على خبرات النادي الأهلي، خبرات لعيبه النادي الاهلي، وشخصيه النادي الاهلي. واحنا قدامنا اكيد 48 ساعه، اكيد اكيد الجهاز الفني وصل له الكلام اللي بتكلم فيه ده، لكن انا بتكلم من منطلق واذكر يعني انت المفروض خد بالك، انت النادي ماشي في قنواته الشرعيه، واحنا كاعلام ماشيين في قنواتنا الشرعيه بنتكلم بنقول بكاري، والجماهير شغاله برضو مش ضغط، ترقبه وبتقول احنا واخدين بالنا واحنا مش هينفع ان احنا نحصل تاني، لكن لابد نكون في حاله فصل للاعيبه النادي الاهلي، لابطال النادي الاهلي جوه الملعب. انا هخلص الماتش كوره، انا هخلص الماتش حتى لو حسيت ببعض الميل شويه من الحكم، انا مش هقف اتخانق معاه في النهايه، في الاول وفي الاخر. لو بصيت على الجانب ده نفس القصه برضو اللي حصل من لعيبه الترجي وفي مباراه الزمالك، لعيبه الترجي فكت زي ما بيقولوا صحيح بسبب ولعيبه الترجي خبرات، انت بتتكلم في لعيبه خبرات، لكن اول ما هتركز مع الحكم الموضوع بيختلف. شكرا خلاص. فانت مش عايز تروح، مش عايز لعيبه النادي الاهلي تروح للسكه دي. انت ركز في الملعب، هي دي
الفكره اللي انا عايز انقلها للعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني لازم نتعامل مع الموضوع ده. صحيح، وسيد عبد الحفيظ له دور مهم جدا في هذه المباراه لانه كان بطل مباراه سان داونز في 2001 وبطل البطوله الافريقيه رقم 3. وعلى فكره شيء مهم جدا برضو، انا بالنسبه لي سان داونز مع فريق زي بكير الجسامه افضل كتير جدا ان الاعب اي فرق من الفرق الثانيه المعروف عنها ان هي بتؤثر على الحكام. معروف الكلام ده، لكن انا بالنسبه لي سان داونز من الفرق اللي بتلعب كوره. طيب في نفس الموضوع، يعني هو ده سؤال اعتراضي مش محتاجين حتى نغوص فيه حسب ما تشوف. يعني في تغييرات هامه او تغييرات هتحصل في اتحاد افريقيا شئنا ما بين، التسريبات كلها بتقول كده. في ضمن هذا الموضوع الاتحاد الافريقي حريص على صورته انه هذه المباراه او المباريات كلها تخرج بالشكل المثالي، مش محتاجين مشاكل ثانيه بالبلدي يعني، صح؟ لا ما تحطش في الحسابات؟ لا لا، يعني انا شايف ان هو لو كل واحد، عشان ما نخصش بالذكر يعني، لو كل واحد بتحوم حوله شبهات فساد وقف عن ممارساته هتلاقي الامور بتختلف. لكن عايز اقول لك ان لا، الموضوع مختلف. هو كل شويه بيحصل فيه ملف فساد، بيطلع ملف تاني، بتجر ملف تالت، بتجر ملف رابع، والمشكله ان هي مش قديمه، بتلاقي ملفات جديده. صحيح. يعني المفروض ان الكلام على فساد الكاف او وجود شبهات فساد الكاف موجود من قديم الازل وبيتم توارثه. مفيش وقت بتحس يقول لك ستوب وقف الامور، لا مش شايف ده. مش شايف ان مباراه هي او مباريات هي اللي هتخلي الاتحاد الافريقي يوقف عن تفكيره لو كان فيه. وده هيبان الفتره اللي جايه في تحقيقات من الفيفا شغاله. نفس الموضوع، انا اقصد انه الحرص الكافي ان المباراه تخرج بالشكل الامثل بدون مشاكل زي مشاكل الاتحاد الترقي، فبالتالي يبقى في ضغوط على حكام. انا دي حاجه انا واحد من الناس ما اقدرش اضمنها من الكاف تحديدا. ده حقيقه. اجابه وراها كلام كتير. طبعا. لا ما اضمنهاش من الكاف تحديدا يعني. يعني السوابق بتقول كده. السوابق بتقول كده. نتمنى. وصلت لموضوع السوابق؟ لا الحاجات طبعا، ما في ازمات، في ازمات في الكاف معروفه يعني. هو في اكتر من اللي كان قاله تقريبا سعيد الناصري رئيس نادي الوداد المغربي، وقال صحيح. ان هم وعدوني ان انا افوت الماتش ده عشان اخد البطوله صحيح. السنه الجايه. صحيح. هو ده مش تم تردد ان نقبل بالقرار مقابل مش الكلام ده اتقال في الاعلام. هو في دخان من غير نار. الجماهير نفسها دلوقتي كل شويه بتقول الجماهير، انا بقول لك نبض الجماهير اللي موجود على السوشيال ميديا يقول لك احنا حاسين او كل ده ناحيه توجيه البطوله ناحيه سكه معينه اللي كانت بتتقال قبل كده. جبت سيره الوداد. الوداد والنجم المنافسين المحتملين، مش هروح بس يعني انت جبت سيره الوداد فلازم شايف شكلهم ازاي، وشايف شكل المباراه دي ازاي قصادنا، يعني ده خط سيرنا ان شاء الله في حاله عبور ان شاء الله العالمين سان داونز. شايف الوداد والنجم ازاي، مع تاكيد انه مباراه الوداد قد تكون بدون جماهير. ده شيء ممكن يسهل الامور جدا عن الاهلي، ده حقيقه. لان فرق شمال افريقيا، تونس والمغرب، بيكون الموضوع قوي جدا جماهيريا، او بيزيد قوه الفريق بتاعه جماهيريا لما يكون الجماهير بالحشد الكبير ده موجود. وشفنا الوداد، وشفنا جماهير الرجاء بتعمل ايه، وشفنا جماهير الترجي بتعمل ايه. ولا الموضوع ان شاء الله، بس انا مش حابب ان انا ابص على الخطوه دي. انا عايز بس اركز على مهمتنا. طيب. الصعبه نقطة مهمة جدا، وأنت أحد يعني أبرز الناس اللي بتتكلم بشكل عقلاني على السوشيال ميديا، يعني عامل قناة كويسة على اليوتيوب وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وبتتكلم بشكل عقلاني للناس، لأن إحنا محتاجين أصلا هذا النوع من الإعلام بشكل كبير الفترة اللي جاية. أنت إزاي شايف إزاي نواجه السوشيال ميديا في دعم فرقها؟ ما كانش على الأهلي بس، كمان الأول بتكلم على المنتخب الوطني، بتكلم على الأهلي، بتكلم على الزمالك حتى في بطولته وجماهيره. إزاي نوجه هذه الجماهير إنها تكون داعمة أو تكون حتى منتقدة بشكل انتقاد إيجابي، بحيث إن هو ما يكسرش من عزيمة اللاعبين؟ هقول لك على حاجة. قول. أنا شايف إن أكتر طرف مظلوم على مدار السنين اللي فاتت في حالة الانقسام الجماهيري اللي احنا فيه ده هو المنتخب. صحيح. المنتخب
فقد جزء كبير جدا من الشغف الجماهير بيه. صح. وده مش تقليلا في الوطنية، خد بالك. لكن الظروف الكتير اللي كانت محيطة بالمنتخب والمشاكل اللي كانت بتصدر للناس عن المنتخب، زي ما بقولك ان في ناس، بعض الناس انصرفت للأندية بتاع او انغلقت على الأندية اللي بتشجعها. بعض الناس بتشوف دي قضية مهمة جدا. طبعا شكرك على إصرارتها، لانه فعلا فعلا ده ناقص خطر. بعض الناس بتشوف او بتفكر او بتوجه تفكيرها ان ده ممكن يكون تفكير انتقامي من اتحاد الكرة، وانا اقصد التشبيه انتقامي من اتحاد الكرة، بمعنى ان الفريق او المشجع اللي بيشوف ان اتحاد الكرة جاي على النادي فبيعاقب اتحاد الكرة في شخص المنتخب. وده صح، وده تفكير طبعا تفكير بعض المسؤولين اكبره. وانا مش هتهم الجماهير، لكن انت جزء كبير جدا محاباتك وظلمك وصلنا للمرحله دي. وصلنا لمرحله انك لا، انا هشجع النادي بتاعي، وده ده صعب جدا. كمان نقطه مهمه جدا، انعزال المنتخب عن جماهيره. بمعنى مفيش جماهير، فكل ما بتبعد الدنيا بتبعد، خد بالك الود بيتقطع. بص، في ماتشات ضيق بالنسبه للنادي الاهلي والنادي الزمالك يوميا، كل يومين، كل ثلاث اربع مباريات في تحدي، في ود، ود من جماهير وفريق. المنتخب تحس ان في حاله جفاء. ليه؟ انا مش انا زعلان من اتحاد الكوره، وزعلان من المدير الفني، وزعلان من اللاعب، واللي حصل في روسيا، وزعلان كده، قفلت من ناحيه. ده غلط، ده غلط. وشايف ان دور من ادوار اتحاد الكوره اللي جاي المؤقت او اللي جاي، لابد انك تعيد الثقه. طب اقول لك على حاجه، الكابتن حسين البدري واتحاد الكوره بيقول لك احنا كل شويه الاقي خبر عايزين 40,000 متفرج في الماتش اللي جاي. صحيح، توجو عارفين عايزين 50,000 متفرج في الماتش اللي جاي. طيب لو فتحوها مش عارف هتلاقي كم واحد، مش عارف حقيقي فعلا مش عارف. لا هقول لك على حاجه، كم واحد، لا أصف. وهتلاقي كم واحد يروح فعلا يدفع ثمن التذكره عشان يتفرج على الماتش؟ انا عايز السؤال ده وكمل. لا بص، الاجابه هو احنا بنتكلم دلوقتي في فكره، انت وصلت الناس ان هي كمان اخبار المنتخب، اخبار المنتخب، وان الناس الناس كتير مش عارفه اهميه الماتش اللي جاي ايه، واهميه الماتشات اللي جايه، والمنتخب اصلا عنده ماتش امتى. طيب. وفي انهي تصفيات. صح. بص، التعصب اللي معالي وزير الرياضه دكتور اشرف صبحي حس وشايف ان الموضوع حله في لجنه من الحكماء، وطبعا ده هنتكلم فيها. لا، الامور متشعبه. احنا للاسف كل القائمين على المنظومه مش واخدين بالهم ان الموضوع يوم عن يوم بيتسرسب من ايديهم ويروح في سكك للتعصب وسكك لا تخدم الرياضه المصريه، وان احنا دايما عمالين نفكر في فكره لجنه تجر لجنه تجر لجنه تجر ثم القوانين ما هي موجوده. هو لما اجي اشكل لجنه ولا اجي اتكلم في لجنه هطلع توصيات؟ توصيات لا تتمتع باي قوه. طب انا عندي قوانين، طب مش هم اطبق القوانين ادور على التوصيات؟ هي سؤال، هو سؤال بس، مش هم اطبق القانون ادور على التوصيه؟ احنا ناس كتير جدا بتتكلم، ولجنه الحكماء اللي بتشكل او تم تشكيلها دي، ما هم ليه النهار موجودين في الفضائيات وبيقولوا، وحضرتك موجود في الفضائيات وبتقول، وانا موجود في الفضائيات وغيره وغيره وغيره، ما بيتكلم وبيقول وبيستشير وبيقول وبيعيد وبيدي حلول وبيدي استراتيجيه وبيدي طرق، فين التنفيذ؟ ما هو مش فكره، ما انا كل شويه بقول انا هعمل مشروع لعوده الجماهير، طبعا ان شاء الله بعد ما الوباء يروح باذن الله، يعني ان شاء الله ما يجيلناش، يعني ان شاء الله باذن الله، يعني انا هعمل مشروع. بس هو مشروع بيجيب مشروع بيجيب مشروع، احنا فين؟ هي اليات التنفيذ. الموضوع مش مجرد ورق انا بكتب فيه الروشته بتاعتنا. ايه؟ ابدا خالص. ما سالتكش ان انا فعلا الروشته صعبه قوي. لا احنا مش مولا، انا بقول لك انت اتكلمت وانا اتكلمت. طب انا عايزك ترتب اللي هقوله لك ده بالترتيب اللي انت قلته، هديهولك وانت رتبهولي.
اللي حصل الوضع العام اللي انت بتتكلم عليه دلوقتي الخطير للمنتخب المصري، الخطير للمنتخب المصري وتشجيعه، اسبابه رتب بقى لنا ما حدث في روسيا بالترتيب، كل الاسباب دي اسباب اللي انت قلتها، ما حدث في روسيا، من المسؤولين المتعصبين، التعصب الجماهير عموما، الجهاز الفني لمنتخب مصر. ده اربع حاجات، رتب الاربع حاجات دول. بص، ولو عايز تستبعد منهم حاجه استبعد. قبل ما اتكلم في الترتيب لابد ان احنا نحط قاعده معينه. ان اكيد الجماهير لما بتحس ان المنتخب في ازمه بتقف معاه، وما بتحس ان المنتخب محتاجها اكيد بتقف معاها، وبيبقى في 100,000 وبيبقى في قتال، يعني مش قتال بمعنى كلمه قتال، لا، بيبقى في بحث عن التذاكر في كل الاماكن عشان يساندوا ويؤذوا المنتخب. لا، لكن زي ما بقول لك كل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها ديت خلت الناس شويه تبقى تفكيرها يبعد عن المنتخب. خلاص، عارف انت زي ما بيقولوا الناس تقصد اللي حصل في كاس امم افريقيا؟ مش كانوا عايزين مصر ولا المنتخب؟ تفرق مين؟ اللي راحوا لكاس الامم الافريقيه كانوا رايحين يشجعوا مصر في صوره المنتخب؟ طبعا. ولا لعب المنتخب؟ لا لا لا، هو لعب المنتخب ما كانش يخلي اي حد، اي اتنين ماشيين في الشارع مصر يدخلوا يشجعوا. لا طبعا مصر، لا طبعا مصر مش طريقه، لا طبعا مصر وشكل وشكل منتخب مصر والبطوله عندي، وان البطوله تنجح والبطوله نجحت على فكره، حتى بخروج منتخب مصر كان بنجاح اكبر بكتير. لكن انا بقول لك انت بتسيب الرواسب بتزيد كل يوم عن يوم، واللعيبه وبتفضل بقى هتفضل لما الامور تبدا تبوظ تفضل تشحن في الناس اعلاميا، واحنا معاك نفضل نزق. احنا فين الخطه اللي احنا شغالين عليها؟ مفيش. انت ولازم برضو نقول للناس ان المنتخب ابوه مش اتحاد الكوره، انت ابوه. صح، انت اللي راعي المنتخب، انت المشجع المصري اللي راعي المنتخب، انت اللي هتبقى قاعد مبسوط المنتخب بلدك هو اللي بقى في المنطقه دي. اتحاد الكوره للاسف للاسف هو اللي بيحصد نجاح المنتخب حتى لو هو ما خططش ليه. تمام. واحيانا كتير مش هو اللي بيحصد اخفاق المنتخب، احنا اللي بنحصد برضه. تعالى من اعصابنا كبرنا اقاله زي ما حصل، مع الجهاز الفني ده اقصى كبرنا اقاله وستعود، بنفضل بندور في نفس الدايره. بس فعايزين مش عايز ترتب الحاجات؟ عايز ترتب كلهم واحد، كلهم مش قصه روب. لا، حسب الاهميه، ما كلهم صحيح اسباب، حسب الاهميه. لا، هي حاجات متقاسمه، يعني حاجات مع بعضها كلها، هي تراكمات اصلا. تراكمات. شوف انا بقول لك الكلام ده بس ممكن خلال الفترة اللي جاية إعلاميا نشتغل كويس على دور على وضع المنتخب. وضع فين الإعلام بقى؟ احنا بنتكلم فين الإعلام من شرح وضع المنتخب وتحفيز الناس المنتخب؟ هقول لك طبعا احنا عندنا أهلي وعندنا زمالك. طب ما احنا في قناة الأهلي اهو، عندنا أهلي والأهلي بعد بكرة بيتكلم، بس برضه بنتكلم على المنتخب. صحيح، برضه بنقول المنتخب. ما هو في النهاية المنتخب ده هو منتخب الأهلي ومنتخب الزمالك ومنتخب كل حاجة. صحيح. احنا بنولي اهتمام كبير جدا للمهمة اللي بعد 48 ساعة، لكن احنا برضو نادي الأهلي وقناته لا جزء لا يتجزأ من المفروض المهمة اللي بتقوم بيها ناحية المنتخب وناحية اتحاد الكورة وناحية كل حاجة. طيب نختم بقى المنتخب ب توجو. مين؟ توجو. مين دي؟ اعتراضيه ولا ما سمعتش حقيقي؟ لا لا، ما خدتش بالي. يعني ما سمعتش بس. لا. يعني مش عايز تعترض؟ لا لا، اعترض على ايه؟ لا طيب، شايف مباراه المنتخب ان شاء الله لها في نهايه شهر مارس، نهايه الشهر الحالي، شايفها ازاي؟ وشايف المنتخب ازاي بعد اللي انت قلته كله؟ ما هقدر اقول لك شايفها ازاي لما الناس تقول لي وضعهم ايه مع صلاح دلوقتي؟ يعني وضعهم ايه مع صلاح دلوقتي؟ حل مشكلهم مع صلاح؟ صلاح هيجي على الماتش ولا لا؟ وهيجي قبل ما اعلن انه هيجي. ماشي، حلوا المشاكل يعني؟ ايه؟ قول لي. ما انا بقول لك انا ما اعرفش. لا ما اعرفش. انا بقول لك هتقول لي الناس هتقول هو منتخب صلاح؟ ما انت شفت المنتخب الفتره اللي فاتت كلها من غير صلاح عامل ازاي؟ لا طبعا. طب انت تعتقد انه هيجي؟ هو المفروض انك لازم هيجي. ما فيش حد، ما فيش نجم عالمي هيجي كصلاح بيستغنى. ولا هيجي بجسم صلاح ولا بعقل صلاح وقلب صلاح زي ما كان بيجي زمان؟ لازم ان شاء الله نتمنى ان ده يحصل، لكن لابد ان كان او لابد، ودي مناشده المفروض وكده، لابد ان الجهاز الفني للمنتخب يعمل على انه مش صلاح بس هو المنتخب. ما هو الجنايني راح وبس راسه. استاذ عمرو الجنايني؟ ما هو مش الامور ما بتحلش كده. بتحل ازاي؟ ما هي مش قاعده عرفيه ولا جلسه قاعدين على المصطبه بنحل وابوس تعالى بص راسك وتعالى بص راسي. لو في
اتفاقات وتحط. بص صلاح شيء ان ابين. طب على نفس السياق، انا اسف المقاطعه برضو، على نفس السياق حسين بدري راح في ماتش ارسنال تحديدا وحضر الماتش، لم تسرب اي صوره ولم يسرب اي شيء بعد الاجتماع، مع انه طبقا اللي انت بتقول عليه انه كان لازم يتسرب اي حاجه. هو ليه اصلا احنا بنتكلم عن موضوع انه يتسرب؟ هو ليه اصلا علينا. لا لا لا، هو ليه اصلا العلاقه دي مش باين لها ملامح اصلا؟ هو ده طبيعي اصلا؟ هو ده طبيعي ان يكون عندي نجم عالمي وانا اتحاد كوره وانا مدير في المنتخب مش عارف حجم العلاقه اللي بين الثلاثه دول ايه؟ هو الطبيعي ان يكون في اصلا مشاكل مستمره بالشكل ده؟ هو الطبيعي ان انا اصلا عندي لاعب محترف او براند عالمي المفروض مش عارف اتعامل معاه لحد دلوقتي؟ هو ده طبيعي؟ مش ده طبيعي. عشان كده حضرتك انت بتسالني بتقول لي اللي اتسرب، ما احنا بنتعامل مع الموضوع ان هو تسريبات. مفيش علاقه واضحه، مفيش كلام واضح في الموضوع. فبالتالي احنا للاسف زي ما بقول لك بتفضل نفس الفكر. قعدات العرب والجلسات العرفيه وشايلني وشايلك، هو كده، هي دي هي دي عقليه تروح شويه لعقليه المشجعين. وعايز اقول لك على حاجه، احنا احيانا ساعات بنغلط بكلمه عقليه المشجعين، لان انا بتعامل كتير جدا مع عقليه المشجعين ده، في ده يعني دول يديروا بصراحه. لان عندهم فكر وعندهم اراء وبشوف الاراء عامله ازاي. احيانا بتبقى اراء ناس كتير جدا تخطى رايك انت شخصيا، ولازم تكون معترف بده. واذا كان في اسراء لفكرك اصلا بيكون من كتر تعاملك مع الناس وتشوف راي ده وراي ده وراي ده. ده السنغال بطل العرب، شايفها مش مستغربه؟ طب ما هو بص في كوبا امريكا، في كوبا امريكا بيجيبوا منتخب وبيلعب، وبعدين بطل العرب ده يعني بطوله شرفيه يعني مش حاجه يعني ولا. لا لا لا، ده شايفها بطوله وديه يعني مش عايز يعني ما تاخدش اكتر من حجمها يعني، ما حاجه يعني. وعن هي دي بس. الله، انا استمتعت باثاره، يعني الوقت معاك بيجري بسرعه، بس انا استمتعت باثاره المشكله اللي انت اثرتها بتاعت المنتخب الوطني. ده لازم سعيد جدا جدا، لانه فعلا هي ازمه ولا بد ان نعمل عليها لحلها. يا ريت يا ريت. اخيرا بقى سان داونز، شايفه ازاي؟ شايف المباراه ازاي؟ شايف توقعاتك انت الشخصيه هتمشي ازاي المباراه؟ اي نتيجه انت شايفها؟ عشان هنتقابل مرات قادمه وهقول لك. لا، هو انا دايما ما بتوقعش نتيجه في حد ذاتها، لكن انا دايما براهن على النادي الاهلي. ولما كنتش تراهن على النادي الاهلي ممكن تراهن على مين؟ هي دي الفكره كلها. مين ممكن تراهن عليه قد ما ممكن تراهن على النادي الاهلي؟ فدايما النادي الاهلي يكون حاضر، ودايما النادي الاهلي هو المرشح لاي، المرشح الاول لاي بطوله بيشارك فيها. فان شاء الله النادي الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه ويقدر يعدي ويوصل للنهائي وياخد البطوله ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طيب ست ايام، او انت قلت خمس ايام على فكره، كل مره قلت خمس ايام وانا قعدت اعديهم على صوابع اليوتيوب. ست ايام انت ليه تاكل يوم ده؟ هم ماشيين بدقه في النادي الاهلي. ست ايام هتفرق حضور 1370 متر ارتفاع، 4000 قدم، ده طبعا فسيولوجيا يعني، والساعه البيولوجيه لازم طبعا ده معمول حسابه يعني. هتفرق ده مع النادي الاهلي في الاداء يوم ال طبعا بلا شك طبعا يعني. انت خلاص انت بقيت من 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 اهل يعني، زي ما بقول لك من اهل المكان يعني. انت خدت تأقلمت على الاجواء بشكل كبير. انت وقلت لك، قلنا في الاول ان ده خطا كان في البطوله او في المباراه الماضيه تم تداركه، فاعتقد وهيبان ان شاء الله في الاداء، اداء لعيبه المنتخب. وانت بتلعب مع فريق انت كنت بقابله من اسبوع، فريق مش غريب عليك وكسبته تمام. اكيد لازم نتكلم، واكيد الجهاز الفني بيتكلم في تخطي الحاجز النفسي من الملعب ده. بس كويس جدا ان معظم في لعيبه كتير جدا هتلعب مباراه هي اللي كسبت اخر حاجه في دماغها، انا اللي كسبت صن داونز، انا ما خسرتش منه في الملعب ده. فده مؤشر ايجابي وعامل ايجابي من ضمن العوامل الايجابيه اللي النادي الاهلي خد بيها واخد بالاسباب. وان شاء الله التوفيق من عند ربنا، والنادي الاهلي يقدر يحقق المطلوب باذن الله. هل لديك اقوال من اخرى؟ شكرا كده تمام. شكرا جدا الاستاذ خالد الاتريبي، رئيس القسم الرياضي بجريده الشروق. كل يوم خميس بيبقى ميعادنا مع السعيدين، والسعيدين قبل مباراه مهمه جدا. فزي ما بقول لكم دايما ان شاء الله ربنا يجعل ايامكم سعاده، لكن محتاجين كمان سعاده يوم السبت. فكريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كوره هيشتغل معاكم شغل كويس قوي، وهتعرفوا تحركات وتعرفوا التكتيك بتاعه المباراه مع محمد سعيد زميلي المتميز في فقره ان شاء الله كلها فنيه وكلها سعاده. بشكركم، بس هنطلع دلوقتي للتقرير
مع الشيف محمد الدالي النادي الاهلي واخد معاه شيف، واخد معاه دكتور تغذيه. شيف محمد الدالي لقاء مع فاروق صلاح، وبعده على طول محمد سعيد وكريم سعيد. اما انا فاستودعكم في امان الله. كل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما تعودنا دايما من النادي الاهلي، النادي الاهلي حريص في الرحلات الخارجيه على اصطحاب الشيف الخاص بفريق النادي الاهلي، الشيف محمد الدالي محضر كل يعني الاطعمه. ونشوف الشيف محمد محضر لنا النهارده. شيف محمد، برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، قول لي محضر لنا على العشاء النهارده. اهلا وسهلا فاروق، مرحب بقناه الاهلي. الحمد لله احنا النهارده بالنسبه للنهارده بدانا بقى نقلل انواع اللحوم، ونقلل برضو نسب الدهون بما فيها يمكن حتى في الجبن. برضو معنا الدكتور عبد الرحمن طبعا، ومنسقين العملية مع بعض، وبنحاول ننفذ طبعا حاجة دهون قليلة، حاجات ناشفة، لحوم ناشفة، مشويات، بطاطس برضو رصه في الفرن، حاجات من القبيل ده يعني. شوف محمد، النادي الاهلي حريص على اصطحاب طبيب تغذيه دكتور عبد الرحمن مع حضرتك، اكيد في تنسيق بيتم من نوعيات الاكل، السعرات الحراريه، الامور ديت. طبعا طبعا بننسق مع الدكتور عبد الرحمن، واللي هو بيقول عليه احنا بننفذه. احنا بننفذه طبعا في المطبخ، وبيبقى عنينا حريصين بالذات في الرحله دي علينا في كل حاجه، سواء في حتى في الفك بنبقى حريصين عليها في حرص شديد جدا يعني. ان شاء الله ربنا يكرمنا. ما هو الاكل ده برضو وسيله من وسائل او ميزه في النادي الاهلي، ان مفيش فريق بيعملها غير النادي الاهلي من سنين طويل. عايز اسالك على نقطه مهمه جدا، واعتقد هي نقطه معتاده واحنا دايما متعودين على لعيبه النادي الاهلي، ان دايما في التزام لعيبه النادي الاهلي، التزام بمواعيد الطعام، التزام بنوعيه الاكل، ما فيش حد يعني نقدر اللعيب بيلتزم بكل الاكل الموضوع. طبعا طبعا دي مش عايزه نقاش بصراحه، هم ملتزمين يعني، بيخش يفتحوا البوفيه، نفتح لهم البوفيه، بياكلوا كل حاجه موجوده. هم مش عارفين البرنامج، هم بيفاجئوا مثلا احنا حاطين العشاء النهارده، بيخشوا على العشاء ملتزمين جدا، ومفيش حد مثلا بيحب مثلا حاجه نقول له لا، هي خلاص هو اللي محطوط بياكله وبيبقى مبسوط ومستريح نفسيا ودي ميزه حلوه في لعيبه النادي الاهلي، عندهم التزام من ناحيه البوفيه، حتى تعليمات دكتور الاغذيه بينفذوها، مفيش خلاف في دي بصراحه. عايز اسال حضرتك يا شيف محمد، خلاص موعد المباراه بيقرب، نوعيه الاكل اللي يعني بيكون موجود يوم المباراه، او بيستحسن يفضل للاعبين يوم المباراه؟ طبعا يعني يوم المباراه ان شاء الله بامر الله يعني اللي هو الغداء بالذات. خلي بالك ان المباراه في الثالثه عصر، يعني في توقيت العصر. هو ده التغيير بقى اللي حاصل بقى في كذا رحله بنختلف بالظبط. لكن احنا عندنا يعني الغداء الساعه 11:30، فالهضم بياخد من 3:30 ل 4 ساعات تمام. فاحنا بنغدي 11:30، 11:30 ده بالظبط كده ماشيين على البرنامج ده من اول الرحله تمام. هيبقى الغداء خفيف تمام. هتبقى صدور فراخ فقط تمام. مكرونه اسباجيتي مع صوص خفيف، صوص نابوليتان خفيف. هنعمل لهم كريب ان شاء الله، برضو الدكتور عبد الرحمن قال لي اعمل لهم كريب، برضو كريب مفيد، وفاكهه وشاي وقهوه وعصاير بس، يعني مفيش بقى رز ولا خضار ولا الكلام ده كله. عايز اسالك يا شيف محمد، يعني بالنسبه لك حضور الاهلي مبكرا الى جنوب افريقيا، هذه لهذا من الارتياحيه اكتر في تجهيز وتحضير الطعام، وايضا يعني تقسيمه على مدار الايام اللي الاهلي بعثه الاهلي مقيمه فيها هنا في جنوب افريقيا. طبعا طبعا بالنسبه بقى للفتره الطويله طبعا احنا خدنا واخدين 7 ايام، فادانا برضو ارتياحيه في التنويع وفي التشكيل ولان احنا واخدين حاجه من عندهم، يعني احنا جايبين حاجه من هنا مش جايبين حاجه معانا من مصر، فدي برضو ريحتنا. وبنحاول ننسق العمليه طبعا وبننظمها، عمليه تنظيم يعني 7 ايام بوفيه، فطار غدا عشاء على طول، فبنحاول نخلي اللعيب برضو ما يزهقش يعني، بننوع له وبنشكل وبنحاول ندلعه معانا الاصح. عايز بقى اكلم المشجع الاهلاوي محمد الدالي، هنخرج من المطبخ خالص وكواليس المطبخ وكواليس الاكل، المشجع الاهلاوي محمد الدالي بيتمنى ايه من المباراه ويقول ايه للعيبه وكلمه من القلب لكل اللعيبه ولكل جماهير النادي الاهلي؟ احنا بنقول للعيبه انتوا ابطال طبعا، ان شاء الله هتشرفونا، ويمكن يوميا بنكلمهم ونهزر معاهم، والعمليه احنا مرتاحين جدا هنا، وباذن الله بامر الله عز وجل هنكسب نتيجه ايجابيه بالنسبه لنا بامر الله، وهنصعد وبامر الله هناخد البطوله ان شاء الله. ده املنا من اول يوم في البطوله، واحنا عايزين ناخد البطوله، مش جايين عشان الماتش هنا، لا احنا جايين نكسب وناخد البطوله كمان ان شاء الله باذن الله، وهنفرح جمهور النادي الاهلي وجمهور مصر كله بامر الله.
بشكرك يا شيخ محمد وبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. لا فلو تحت امرك الله يكرمك، ربنا يوفقنا يا رب ان شاء الله. اعزائي مشاهدينا ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي، ده كان لقائنا مع الشيف محمد الدالي الشيف الخاص بفريق النادي الاهلي، اتكلمنا على نوعيه الاطعمه، اتكلمنا على كل الترتيبات الخاصه بتغذيه لاعبي النادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم الجميع هنا يعمل، الجميع يسابق الزمان من اجل يعني توفير كل سبل الراحه للاعيبه النادي الاهلي، اللي ان شاء الله نرجع للقاهره ان شاء الله ونرجع لمصر ان شاء الله مكللين بالانتصار ومعانا تذكره الصعود لمباراه نصف النهائي. تبقى فقط دعوات حضراتكم وتوفيق المولى عز وجل، وان شاء الله بالتوفيق لفريق النادي الاهلي.